بآخر المحاضرة الماضية حكينا عن الشورت سيركتينج، كيف إنه ممكن الأنت والأور يكون أطرافها مش بوليان، إنه ما تظهر كبوليان. مثلاً 10 أنت 5 برنت 10 أنت 5 بصير ولا بصيرش؟ بصير. لو سألتك شو نتيجتها هاي؟ شو نتيجتها؟ شو نتيجتها؟ رح يكون 5. ليش؟ لأنه الأنت إذا الأول ترو بروع على الثاني عشان يتأكد رح يعطيني الثانية. بس لو قلت لك print 10 أور 5 شو نتيجتها؟ نتيجتها 10. ليش 10؟ لأنه الأور إذا الأولى true بروحش على الثانية. العشرة تعتبر true ولا false؟ تعتبر true. في عنا مبدأ short circuiting. short circuiting حكينا بالأور إذا الأول true خلص النتيجة true بدون ما يروح على الثانية. الآن إذا الأولى false خلص النتيجة false بدون ما يروح على الثانية. يعني بالآن بصير short circuiting إذا الأولى false مش إذا true، إذا false. بالأور بالعكس، إذا الأولى true بصير عندنا short circuiting، صح؟ هاي شوفوا 5 10. لو واحدة منهن false، يعني هون مثلا print 0 and 5 هاي 0 لأنه false and true false، صح؟ طب 0 أور 5 أو 5 أور 0، 0 أور 5 شو نتيجتها؟ هاي 5 أما هاي 0، هاي 0 5. ليش 0؟ لأنه الآن إذا واحد 0 إذا واحد false النتيجة false. الأور لا، حتى لو واحد false إذا الثاني true النتيجة true. هون ما بعطيني إياها بصيغة true، بعطيني إياها كرقم. ونفس الإشي السترينج والليست، ضروري ارجع اطبق عليهن. خلص انا وريتكم بس رجعت للتاكيد عشان ااكد لكم عليهن. طيب بحكي لنا عن الايجو سيرش اون جوجل. جوجل سيرش يوزز بوليانز، بحكي لنا لو ما تبحث انت بالجوجل، جوجل بتعتمد على مبدا البوليانز. باي ديفولت اول تيرمز ار اندد توجذر، يعني لما اقول بايثون اف الس، يعني كاني بحكي له بايثون اند اف الس بدون ما احكي له اند. حكينا هيك by default all terms are ANDed together. You can specify OR using OR. إذا بدك تقول له كذا أو كذا بتقول له مثلا sky and sun. sky sun بتعتبرها sky and sun بدون ما تكتب AND. by default AND. بس إذا بدك تبحث sky or sun بقول لك اكتب OR. هاي ال OR capital. sky or sun يعني طلع لي الأشياء اللي لها علاقة بالsky أو السن أو الثنتين مع بعض. You can specify not using الشحطة، هاي الشحطة بحكي له مثلا sky شحطة sun، يعني السماء ما عدا الشمس، بدون الشمس not sun ما عدا الشمس، هاي معناها ما عدا. لاحظ لو قلت له bunch and bill or william and not gates، هاي بيل راح يطبق اللي بالأقواس بالأول، بيل أور ويليام نتيجتها بيل لأنه راح يأخذ الأولى بالأور. طب بعدين راح يطبق النات لأنه النات أولويتها أعلى من الآن، صح؟ هاي ليش طبقت الأور؟ لأنها بين أقواس، بيل أور ويليام نتيجتها بيل. بعدين النات نات جيتس تطلع فولس أو بتطلع إمتي سترينج، نات جيتس أو بدون، هاي معناها النات اللي هي باستثناء الجيت، يعني بدي ابحث باستثناء الجيت. Not gates رح تطلع كأنها false. Bunch and bill true and not gate. Bunch and bill ما عدا الجيت. هيك لو بدي ابحث بجوجل. بس لو كانت هاي true false بكون نتيجتها false. شو رح يكون نتيجتها لو عملتها print؟ لو عملت لها print بلغة بايثون بكون نتيجتها false، صح ولا لا؟ أو نتيجتها int string هيها false. شوفوا شو نتيجتها، طلعت false. طيب more on assignments، نذكرك بالassignments. دخلنا على هذا الموضوع المحاضرة الماضية ولا لا؟ دخلنا ولا لا؟ ذكرونا، لأنه أنا بعطي 110 نفس مادتكم. بس لا دكتور،
لا لسه لسه 110 صورة باللوبس فيه عندهم، لأنهم مش حاطين لهم زي أمثلة الباسكت بول وهاي، مختصرين الأمثلة قالوا المواضيع بس مختصرين الأمثلة. لسه ما أخذنا. لهيك ذكروني، بتظلوا تذكروني لأني قبل محاضرتكم بالضبط بعطي المحاضرة 9:30 11 بعطي 110. أحيانا بخربط شو وصلت عندكم. Remember assignments بحكي لنا تذكر على الأسايمنت. الأسايمنت شو كان صيغتها؟ ليفت هاند يساوي رايت هاند. هاي الأسايمنت العادية، إنه الطرف اليمين يخزن بالمتغير للطرف اليسار. هون مش راجع يذكرها عشان يذكرك بالأسايمنت، بس عشان يضيف عليها، بده يعطيك أشياء جديدة لها علاقة بالأسايمنت. بحكي لنا البيهيفير، عارفين سلوكها، إنه يحسب قيمة الطرف اليمين، بعدين الفاليو بروديوسد القيمة الناتجة تسند is placed in the location indicated in the left hand، يوضع في الطرف اليسار، يسند للطرف اليسار. مثلا قلت له RHS تساوي 5، يعني القيمة 5 راح أسندها بالمتغير اللي اسمه RHS. بعدين قلت له LHS تساوي RHS، قيمة RHS اللي هي 5 بتسندها بالLHS. طيب ليش هو رجع ذكر لي بالمالتيبل assignment؟ بتضيف لي شيء جديد. الإشي الجديد اللي بضيفه بحكي لنا كان دو مالتيبل اسايمنت، ان انا بلغه بايثون بقدر اعمل مالتيبل اسايمنت بنفس الجمله. كيف ممكن اعمل؟ ممكن احكي له مثلا A فاصل B تساوي 2.3. هاي كيف تنفذ؟ A underscore سميتها A underscore انت، او سميتها A لحالها عادي، سميتها B underscore انت، وشفنا انه إذا سميتها A underscore int لازم تخزن فيها بس قيم أعداد صحيحة؟ لا، ممكن تخزن فيها شو ما بدك، أنت حر حتى لو سميتها A underscore int. هاي شفناها بالمحاضرات الماضية. A underscore int فاصل B underscore int تساوي 2.3. هاي شو معناها؟ لاحظ الطرف اليمين، هاي multiple assignment، يحسب قيم الطرف اليمين شو ما كانت. ممكن أحط له متغيرات هون مثلا 2 في 3، 3 في 4، مش شرط بس أرقام. لو قلت له 2 في 3 بحسبها 6، 3 في 4 بحسبها 12. بعدين شو بيجي؟ أول واحدة من اليمين اللي هي الاثنين بخزنها لأول واحدة من اليسار، يعني الاثنين لمين رح يخزنها؟ لأي. ثاني واحدة من اليمين بخزنها لثاني واحدة على اليسار. لاحظ first on right assigned to first on left، يعني أول واحدة على اليمين تخزن بأول واحدة على اليسار. second on right assigned to second on left، ثاني واحدة على اليمين بخزنها بثاني واحدة. طب لو في متغير ثالث، لو في متغير ثالث لازم يكون في قيمة ثالثة. لاحظ برنت A underscore int B underscore int، الـ A رح تكون قيمتها 2 والـ B رح يكون قيمتها 3. A underscore int فاصل B underscore int تساوي 1.2.3 error. ليش error؟ لأن أنا هون عندي بس متغيرين حاط ثلاث قيم بعطيني error. والعكس صحيح، كيف العكس صحيح؟ لو حطيت ثلاث متغيرات وحطيت بس قيمتين بعطيني كمان ايرور. لازم يكون عدد القيم مساوي لعدد المتغيرات، عدد القيم عشان ما يعطيني ايرور، لا ازيد بعدد القيم ولا ازيد بعدد المتغيرات، عدد القيم يساوي عدد المتغيرات. كيف تنفذ؟ قلنا القيمة الاولى تسند للمتغير الاول، القيمة الاولى على اليمين للمتغير الاول على اليسار، القيمة الثانية للمتغير الثاني، القيمة الثالثة وهكذا. لاحظ هون ما رح ينفذ، رح يعطيني ايرور. counts on left hand must and right hand must match، يعني لو هون حطيت متغيرين كمان x فاصلة y بصير كمان ايرور، لانه هون عندي اربع متغيرات وهون عندي بس ثلاث قيم. كمان شو رح يعطيني؟ ايرور، يعني زدت بعدد المتغيرات او زدت بالقيم ايرور. لازم عدد القيم تساوي عدد المتغيرات، عدد القيم اللي على اليمين يكون نفس عدد المتغيرات اللي على اليسار. لاحظ هون معطينا مثلا تراديشنال سواب، بدي يشرح لنا عن السواب، بدي يشرح لنا السواب التقليدي القديم باللغات البرمجه، وبدي يشرح لنا احنا طريقه سهله بلغه بايثون. لغه بايثون تعطينا طريقه سهله للسواب. اول شيء احكي لك شو يعني سواب. سواب قلت لك المتغير A في قيمه 2 وB في قيمه 3، بدي اعمل لهم تبديل. يعني تبديل يعني دخلي A قيمتها 3 وبي قيمتها 2، هاي معنى سواب. سواب أبدل القيم، A تصير 3 وبي تصير، A تصير 3 وبي تصير 2. لو جيت قلت له بهاي الطريقة A تساوي B وA وبي تساوي A، طبعا هاي هون غلط لازم يكملوا، B تساوي A
هاي الطريقة غلط. ليش غلط؟ أشبه لك إياها. لو عندي كاستين فيهن عصير، واحدة فيها عصير برتقال، واحدة فيها عصير تفاح، وجيت قلت لك الكاس اللي فيها عصير التفاح بدي تحطه بالكاس اللي فيها عصير البرتقال، والعصير البرتقال بدي تحطه بالكاس اللي فيها عصير التفاح، شو بتعمل؟ شو بتقول لي؟ بتقول لي أنا بدي عصير كاسة ثالثة. شو بدي؟ شو بتقول؟ بدي كاسة ثالثة، صح؟ فاضية تكون، بدي كاسة ثالثة فاضية عشان أقدر أبدل، صح؟ عصير البرتقال مثلا بحطه بالكاس الفاضية، بعدين بجيب عصير التفاح بحطه مكان عصير البرتقال، والعصير البرتقال اللي حطيته بالكاس الفاضي بفرغه بكاسة التفاح، بكون بدلتهن، بكون عملت سواب. هاي فكرة السواب، صح؟ أما أجي أخزن A في B و B في A، غلط. يعني زي ما تيجي تفرغ عصير التفاح فوق عصير البرتقال، هيك بتكون بدلت؟ بتكون ضيعت البرتقال مثلا، حطيت مكان التفاح والبرتقال راح مثلا، صح ولا لا؟ كبيت البرتقال حطيت مكان التفاح، راح البرتقال، بصير ان الثنتين مثلا فيهن تفاح، ترجع تفرغ، ما بزبط، لازم بدي كاسة ثالثة. لهيك بحكي لنا نفس المبدأ، لو جيت قلت A تسا أندرسكور N تساوي B أندرسكور N، قيمة B اللي هي 3 بحطها بA، بتصير A 2 A 3. طب وين الاثنين راحت؟ ضاعت الاثنين. لو ما رجعت قلت له A خزنها بB، بتضل كمان الA 3 وB 3، صار الثنتين 3. الثنتين شو صار قيمتهن؟ هاي أطبق لك إياها. هاي مثلا هاي عندنا A فاصلة B تساوي 2 فاصلة 3. هاي طريقة المالتيبل اسايمنت، خلينا نشتغل عليها. هاي بدي اطبع A و B قبل ما اشتغل، برنت A فاصلة B، هاي طبع لي اياهن قبل ما اشتغل. بعدين لو قلت له A تساوي B و B تساوي A، هيك عملت سواب؟ لا، خلينا اطبعهن. الاثنين رح يصيرن 3 3، هاي A فاصلة B رح يصيرن 3 3، شوفوا 2 3 3 3، ما بدلش. بدل؟ لا، لانه قيمة B اللي هي 3 خزنها بA، A صارت 3 كمان. لو ما جيت قلت له خزن A، ما هي A صارت 3 خزنها بB، كمان صارن الثنتين 3، ما استفدتش. شو اللي قلناه فكرة الكاسة؟ اني بدي متغير جديد اخزن فيه مثلا قيمة A، بعدين شو اقول له؟ B خزنها بA، والA وينها؟ خزنتها بT، قيمة A القديمة اللي هي احتفظت فيها بT خزنها بB. شوفوا هسا مرة، كان 2 3، شو صار؟ 3 2. شوفوا شو عملت؟ T تساوي A، قيمة A عشان ما تضيع حطيتها متغير ثالث اللي هو T، بعدين قلت له خزن B بA، خزن B في A، A قبل ما أخزن A رحت حطيتها بمكان ثاني، لأنه لو قلت له A تساوي B بدون ما احتفظ بقيمة A، قيمة A القديمة رح تروح تضيع. لا، عشان ما تضيع حطيتها بT بالأول، قلت له T تساوي A، يعني خزن قيمة A بT، بعدين قيمة B خزنها بA، هاي معنى A تساوي B، قيمة B خزنها بA، بعدين قيمة A وين راحت؟ مش الجديدة، الA القديمة اللي هي بT خزنها بB، قلت له B تساوي T. هاي تراديشنال سواب، هذا السواب العادي. لغات البرمجة هيك بنشتغل، بالسي بالجافا نشتغل بهاي الطريقة. لغة بايثون، شوفوا بدي ارجع، هاي بدي اعملهن كومنت، هذول بدي اعملهن كومنت يعني كأنهن مش موجودات، نعرف المالتي لاين كومنت، صح؟ واشتغل بطريقة لغة بايثون السهلة. لغة بايثون كيف بتشتغل؟ A تساوي B، B فاصلة A، بس هيك تعمل سواب، A فاصلة B تساوي B فاصلة A. طب هاي رح تعمل سواب، شوفوا النتيجة، نفس النتيجة 2 3 3 2، عملت سواب ولا لا؟ هذا تقول لي هذا الكود موجود، هذا الكود خلص مش موجود لأني عامله كومنت، A فاصلة B تساوي B فاصلة A. شو الإشي اللي بصير؟ الطرف اليمين بحسب نتيجته قبل، لو خزن B بA بعدين أجي أخزن A بB بتضل زي ما قلنا قبل شوي 3 3، لا، هو باخذ قيم B وA قبل ما يعمل إسناد. شو قيمة B؟ 3. شو قيمة A؟ 2. لاحظ شو بعمل؟ القيم من الطرف اليمين بحسبهن قبل ما يروح يعمل الإسناد، B 3 و A 2. هسا على الثلاث بده يخزنها بأول متغير اللي هو A، و A اللي هي 2 هسا قيمتها بده يخزنها ب B. شفنا شو اللي صار؟ فهمنا شو اللي صار؟
يا دكتور بس لو سمحتي عادي ترجع تعيدي لما ضفتي كتير. تمام فهمنا التراديشنال سواب كيف بستخدم متغير ثالث وانا مسميه تمبوراري يساوي A بعدين A تساوي B بعدين B تساوي التمبوراري فهمنا؟ طيب بعد ما فهمنا التراديشنال سواب قال لي الطريقة الأسهل بلغة بايثون سواب using multiple assignment قبل شوي فكرة المالتيبل assignment اللي أخذناها استخدمها لعمل سواب كيف استخدمها لعمل سواب؟ هاي A و B أعطاهن القيم 2 و 3 طبع A و B قبل ما يعمل السواب هاي طبع 2 و 3 بعدين قال لي طريقة السواب السهلة اللي بلغة بايثون أعطتني إياها هاي بس بلغة بايثون يعني لو رحت على السي بقدرش أعمل هاي الخطوة لازم أعمل الطريقة التراديشنال اتفقنا؟ A فاصلة B تساوي B فاصلة A لا ننسى كلمة أنت هاي عشان ما نطولش بالحكي A فاصلة B تساوي B فاصلة N A شو اللي بيصير؟ بحسب قيمة B شو B؟ خلينا طول القلم شو B؟ شو قيمة B؟ 3 و A 2 بالأول هاي هون بهاي الجملة قلنا ال A بخزن فيها القيمة الأولى على اليمين تخزن بالقيمة الأولى على اليسار إذا A شو قيمتها؟ 2 و B شو قيمتها؟ القيمة الثانية تخزن بالمتغير الثاني B قيمتها؟ 3 طيب رجع طبع لي A و B طبع لي قيمهن اللي هي 2 و 3 قيمهن الحالية بعدين قلت له رديت هاي أول جملة هاي ثاني جملة هاي ثالث جملة وهاي رابع جملة الجملة الثالثة وصلت للثالثة أنا الثالثة قال لي A فاصلة B تساوي B فاصلة A A فاصلة B تساوي B فاصلة A لو جيت خزنت B بA بعدين القيمة الجديدة رجعت خزنت تبي بصير 3-3 شو ليش اللي بصير؟ قبل ما يروح يخزن بحسب قيم الأطراف اللي باليمين بيعرف شو قيمهن يعني بي قيمتها 3 وA قيمتها 2 بعدين بيعمل عملية زي multiple assignment القيمة الأولى تسند للمتغير الأول الثلاث اسندت تلا A صارت قيمة A إيش؟ 3 الاثنين القيمة الثانية اللي هي 2 بدي اسندها للمتغير الثاني اللي هو B شو صارت قيمة B 2 لما طبعت A و B طبعت 3 2 عمل سواب A فاصلة B تساوي B فاصلة A سهلة ولا صعبة remember evaluate لاحظ شو تذكر قول لك تذكر زي بالإسناد العادي evaluate all the values on the right hand first بالأول احسب القيم اللي على الطرف اليمين بعدين بلش عملية الإسناد then assign to variables on the hand, left hand عشان نقدر نمشي نمسح طيب chaining for assignment chaining شو يعني chaining سلسلة بقدر أعمل سلسلة إسناد زي ما بعمل multiple بقدر أقول له مثلا x تساوي y تساوي z تساوي w تساوي 5 هاي شو بنسميها هاي بنسميها chaining of assignment chaining يعني سلسلة طب الاسايمنت اذا تكررت الاسايمنت احنا عاده الاوبريتورز العاديه الجمع والطرح والضرب اذا تكررت كيف بنفذها بنفذها من اليسار لليمين الا الاسايمنت الاسايمنت اذا تكررت تنفذ من اليمين الى اليسار كيف تنفذ من اليمين الى اليسار الاسايمنت تنفذ من اليمين الى اليسار كيف بعمل الخمسه بسندها لدبليو خلص دبليو صارت قيمتها 5 بعدين قيمة W اللي هي 5 بسندها لزد شو صارت قيمة زد؟ 5 قيمة زد هسع 5 بسندها لواي شو صارت قيمة Y؟ كمان 5 هسع قيمة Y اللي هي 5 بسندها لX بصير إن كلهن إلهن القيمة 5 بس لاحظ عشان كلهن يصير القيمة 5 منين نشتغل؟ من اليمين لليسار مش من اليسار لليمين الخمسة
اللي هو على أقصى اليمين بحسب قيمته بسنده لأول متغير. بعدين قيمة المتغير اللي هون اللي هو W اللي صارت 5 أسندها لزد. بعدين قيمة زد اللي هي 5 كمان صارت أسندها لواي. واي شو صارت قيمتها كمان 5 قد أسندها لإكس. شفنا كيف اشتغل؟ شفنا شلون اشتغل؟ فهمنا هالمالتيبل هاي التشيننج تنفذ من اليمين لليسار، الخمسة بسندها ل W شو صار قيمتها؟ بس اسند الخمسة ل W صارت ال W قيمتها 5. كمان الخمسة تسند ل Z اللي هي قيمة W هسا. ال Z صارت 5 بسند قيمتها ل Y، كمان Y صارت 5 Y اللي هي بسند قيمتها ل X، صار كلهن شو قيمتهن؟ 5، يعني زي كأني بعطيهن الكلهن القيمة 5. طيب نكمل. هاي A underscore N تساوي B underscore N تساوي 5. شو بعمل؟ الخمسة بسندها ل B underscore N، بعدين قيمة B اللي هي صارت 5 بسندها ل A. لو طبعت A و B بلاقيهن 5 5. بحكي لنا عن الكومباوند ستيتمنت. متى بحكي انه الستيتمنت كومباوند؟ شو يعني كومباوند؟ يعني مركبه. ستيتمنت مركبه. جمله الاف مثلا، اخذنا الاف والاف الس، هسه عم بعطيكم امثله كثير عليهن. بعد ما اخذناش امثله لانه دخل لنا مواضيع ثانيه، اخذنا امثله مثال الباسكت بول ومثال ناجح وراسب، بس بدنا ناخذ امثله كمان وناخذ النستد اف الس اليوم ان شاء الله. المحاضره الجايه بنبلش باللوبس. لاحظ الكومباوند ستيتمنت، بنحكي عن الستيتمنت انها كومباوند يعني مركبه اذا كانت مكونه من مجموعه جمل، زي جمله الاف، اف كونديشن سويت 1 الس سويت 2، وسويت هو مجموعه جمل كمان، جوا الاف ممكن يكون مجموعه جمل، جوا الجزء الاس السويت شو هو؟ مجموعه جمل بلغه بايثون، هاي كلها بنسميها جمله واحده مركبه. جمله الوايل، وايل كونديشن في مجموعة جمل بدها تتكرر، كمان هاي كلها جملة واحدة بنسميها جملة مركبة. جملة الفور كمان بنسميها جملة مركبة، بتكون في إلها هيدر وفي إلها بادي. كومباوند ستيتمنتس، لاحظ متى بنسمي الستيتمنت كومباوند؟ إذا كانت involve a set of statements being used as a group. مجموعة جمل تستخدم كمجموعة واحدة، بنسميها كومباوند. Most compound statements have a header زي ال F. F condition وراء colon، لهيك بحكي لنا a header ending with a colon. ال F شو صيغتها؟ F boolean expression colon. ال while لو نروح عليها بنلاقي while condition colon. ال for بتكون آخرها colon. لهيك بحكي لنا معظم ال compound statements بتبلش ب header ينتهي ب colon. بالإضافة لل header في عنا a suite of statements to be executed. يعني زي ال while رح نشوف، أوريك جملة while. هاي مثلا جملة while. جملة while أنت بتعرف شو ال while. while condition colon بعدين مجموعة جمل sweet اللي هي مجموعة جمل بدها تتكرر تنفيذها. شوفوا شو صيغتها، header بنتهي بكولون ومجموعة جمل بنسميه sweet، بيكون معمول له إزاحة للداخل. جمل الإف else. شوفوا مجموعة جمل، هاي كلها جملة واحدة بعتبرها مركبة. رح نصل للنستد، هذا نستد. شوفوا هاي كلها، هاي الجملة مثلا تعتبر، هاي كلها 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 لعند الاف else تعتبر compound statement، جملة واحدة. هاي كلها compound في شرط، بعدين colon، بعدين بداخلها شو ما كان، بداخلها مجموعة جمل تسمى suite بدها تتنفذ بحالة معينة. لاحظ ال if وال for وال while are examples of compound statements. ال keyword بتكون في عنا keyword معينة زي مثلا if، بعدين expression، بعدين colon، بعدين مجموعة الجمل اللي بدها تتنفذ تحت شرط معين مثلا. هاي بنسميها general format، بحكي لنا key. شو يعني key؟ يعني keyword زي ال if مثلا. if x أكبر من y، print hello، print welcome، print، وراها مجموعة من الجمل بنسميها suite of statements. والهيدر بيكون بنتهي دائما بكولون، يعني الوايل لو رحنا عليها بتشوف آخره كولون، الفور آخر الهيدر إله كولون. رح نشوفها هاي
الانتنديشن انتر ذا كيورد، شوفوا في ازاحه هذول الجمل عشان يكون داخل داخل هاي الاف، تكون داخل الجمله وتكون كومباوند مركبه، لازم هذول الستيتمنتس اللي بيمثل السويت يكون معمول لهم ازاحه للداخل. كم مقدار الازاحه؟ اربع فراغات، حكينا راح يكون اربع فراغات. هاي اف بوليان اكسبريشن، يرجع يذكرنا اخذنا امثله احنا على الاف والاف ايلس، اخذنا بس اف بوليان اكسبريشن كولون، شوفوا هذا الهيدر السويت اللي هي مجموعه الجمل اللي بدها تتنفذ اذا تحقق الشرط. متذكرين كيف الاف بالبسيطة بتتنفذ؟ حكينا إذا الشرط ترو بنفذ السويت، إذا الشرط فولس بيعمل عنه سكيب. هاي قلنا اسمها one way selection statement. ليش one way؟ لأنه لها طريق واحد، السويت هذا طريق يا بمشي فيه يا بفشقه، ما في طريق ثاني. بفحص البوليان اكسبريشن، وحكينا البوليان اكسبريشن إما هو شرط ظاهر إنه ترو أو فولس أو أي إشي ينوب عن الشرط، يعني ممكن يكون رقم. شفنا fx، أخذنا مثال fx متذكرينه، كان الx هو رقم صحيح، بصير ولا لا؟ بصير، بس بالنهاية أنا لازم أعتبره true أو false عشان أقرر أنفذ اللي بعد الf ولا أنفذ اللي بعد الelf إذا في إلها elf. يحسب قيمة البوليان expression إذا كان true ينفذ sweet، إذا false بعمل عن sweet skip وبكمل الجمل اللي بعد الf. هاي الf البسيطة. طب الf elf في عنا if condition أو boolean expression colon sweet 1 else colon sweet 2. كيف قلنا تنفذ جملة ال if else؟ يحسب قيمة ال boolean expression إذا كان true ينفذ sweet 1، وجزء ال else بدنا نعمل عنه skip، خلاص sweet 2 ما رح أمشي فيه، رح أمشي ب sweet 1 بالطريق الأول. إذا الشرط false بترك الطريق الأول وبروح على sweet 2 اللي بعد الإلس اللي هو الطريق الثاني. أخذنا مثال إذا كانت العلامة ناجح أو راسب، أخذنا مثال كمان الباسكت بول كان فيها F و F إلس، أخذنا مثال طب نشوف أمثلة أخرى. لو قرأت رقم وقلت لك بدي أفحص هل هو فردي أم زوجي، أخذنا هذا المثال ولا لا؟ عندي رقم بدي أقرأه وأشوف هل هو فردي أم زوجي. خلينا نقرأ num يساوي int، بدي أقرأه من الكيبورد input. طبعا أنا بدي أصير أحط بآخر الأسبوع في كويز عندكم لنهاية الـ if else، بآخر الأسبوع يوم الجمعة ولا السبت شو بدكم في كويز لنهاية الـ if else، يعني chapter 1 و chapter 2 لنصه لحد الـ if else. اتفقنا؟ الجمعة دكتور الأغلب عنده السبت كويز إنجليزي. طيب الجمعة، الجمعة الكويز مساء يعني 7 أو 8 بالليل، خليه مساء. انتر ان انتجر، لاحظ دخل عدد صحيح. نعم يا شيماء. دكتور يا جمعة عندي كويز كمان. كويز ايش؟ انجليزي برضه. وانا كمان دكتور يعني السبت. لو تأجلي أسبوع الجاي مثلاً بصير. مش راح نأجله لأنه في خمس كوزات. يعني يا دوب نأخذ الخمس كوزات. تمام. تأجيل ما في لأنه بعد أسبوع، الأسبوع اللي وراه في كوز، في كوز ثاني. كمان دكتور أنت بتحكي الجمعة المساء يعني أكيد الامتحان الصبح عندهم الإنجليزي. خليه على الثمانية الكوز، خليه الجمعة أفضل. بخليه مساء على الثمانية بالليل. كونوا دارسين. الله. طيب. ساعة يعني المساء يكون دكتورة. نعم راح تكون بالليل يعني انا بوديكم على الساعه 8 ولا بتكونوا نايمين؟ لا ببعث لكم الساعه بالضبط، بذكركم ببعث لكم ايميل طافوش. طبعا المحاضرات انا بنزلها اول باول على الاي ليرنينج، رابط المحاضرات يعني المفروض انكم بتحضروا. بوديكوش مسج اني نزلت الرابط بس انا بنزله، يعني بتفتح تلاقي روابط المحاضرات كلها، يعني بجوز المساء اليوم بنزل المحاضره هيك أكون بالليل بنزلها برجع. دكتورة أنت بتنزل المحاضرة اللي أنت بتشرحين إياها نفسها صح؟ آه نفسها بنزل رابطها على بنزلها على اليوتيوب، بعدين بحط لك الرابط على الإي ليرنينج، الروابط كلها موجودة على الإي ليرنينج، يعني بدون ما أودي لك مسج روابط المحاضرات أول بأول بتنزل على الإي ليرنينج، يعني إذا مش اليوم بكرة يعني بالكثير، يعني ما بأجل كثير تنزيل المحاضرة بنزلها.
لا اليوم مثلا بنزلها احيانا محاضره الاربعاء باخرها للخميس او الجمعه، احيانا الاربعاء، اما الاثنين لا بنزلها يوم الاثنين بالليل. طيب هذا الرقم قراته، بدي افحص هل هو فردي ام زوجي، شو اعمل؟ شو اعمل؟ بدي افحص اذا كان فردي اطبع لي فردي، انه النم از اود. اذا كان زوجي بدي شرط، بدي اف، بما اني بدي افحص شرط اذا بدي اف. انا ما بدي اكرر، لو بدي اكرر بدي اروح على جمل الوايل والفور راح نتعلمهن للتكرار. انا بس بدي افحص قيمه معينه، هل هي فرديه ام زوجيه؟ لاحظ اف نام كيف بفحص انها فرديه؟ مد الاثنين اذا كانت زوجيه باقي قسمتها على اثنين صفر، باقي القسمه اعداد الزوجيه 2 4 6 8 باقي قسمتهم على 2 0 صح؟ باجي بطبع برنت نم، هاي يعني رح يطبع لي كل قيمه نم مش كلمه نم از ايفن قيمته، بعدين بيطبع لي كلمه از ايفن. ايلس والا اذا كان مش زوجي شو بده يكون؟ بده يكون فردي اكيد. نم ما فيش حاله ثالثه، لو في حاله ثالثه ممكن رح ندخل ايلس اف ال اف num is odd. شوفوا دخل رقم، دخلت الخمسة شو طبع لي؟ خمسة is odd. لو دخلت الأربعة شو بعطيني؟ أربعة is even. كيف بنفذ؟ بيجي دخلت القيمة بيجي بفحص الشرط، جملة الاف رح يفحص الشرط. مثلا لما دخلت الخمسة، خمسة مد الاثنين واحد equal equal zero false، لانها فولس راح يعمل سكيب عن اللي بعد الاف يروح يطبق اللي بعد الالز، راح يطبع لي برنت نم از اود، خمسه از اود. اتفقنا؟ لما دخلت الاربعه عملت ران مره ثانيه ودخلت النم اربعه، اجى اربعه مد الاثنين اف، اذا اربعه مد الاثنين صفر، باقي قسمه الاربعه اثنين صفر، ايكوال ايكوال زيرو ترو، ترو طبع لي اربعه از ايفن. لاحظ شو تنفذ لما كان الشرط ترولي بعد الاف، وجزء الالف شو عمل له؟ تركه. لما كان الشرط فولس اللي بعد الاف تركه وراح نفذ جزء الالف. فهمنا فكره الاف الف؟ طيب لو قلت لك بدي ادخل الرقم رقم وافحص هل هو من مضاعفات الثلاث او لا، شو بفحص؟ قبل ما احكي لكم عن المضاعفات الثلاث، لو كتبت لو شلت هاي ايكوال ايكوال زيرو بصير نم مد الاثنين، حطيت اف نم مد الاثنين صح ولا غلط؟ صح، بس العبارات لازم اغيرها. ليش لازم اغيرها؟ لانه شوفوا متى هاي القيمه راح يعتبرها ترو، متى راح يعتبرها ترو، متى راح يعتبرها فولس؟ اذا الرقم زوجي بيكون باقي قسمته على 2 0، الصفر شو رح يعتبرها؟ فولس. اذا انا بدي اكتب انه is even بجزء الالس، جزء الالس لازم اكتب is even، وجزء الاف يعني الشرط متى بيكون ترو؟ اذا الرقم فردي خمسه مد الاثنين واحد، الواحد شو بيعتبرها ترو ولا فولس؟ بيعتبرها ترو. اذا انا هون لازم احط الاود، يعني هاي نم مد الاثنين بصير اكتب نم مد الاثنين، بس بدي انتبه انه هاي بتكون ترو اذا الرقم فردي مش زوجي، يعني بعد الاف لازم احط حالة انه الرقم فردي، وبعد الالس لازم احط الرقم زوجي. هسا عمرن هاي الخمسة رح يعطيني 5 is odd. ليش؟ لانه خمسة مد اثنين كم قيمتها؟ واحد. واحد ترو ولا فولس؟ ينفذ بعد الاف ولا بعد الالس؟ الواحد ترو بينفذ اللي بعد الاف، لهيك انا غيرت بدل هون ايفن وهون اود عكست الجمل. هي طبع لي النم اللي هو الخمسه از اود. طب لو دخلت الاربعه، لو عملت رن ودخلت الاربعه شو النتيجه رح تكون؟ اربعه مد الاثنين صفر. هاي انا ما بعمل عمليه مقارنه، انا حاط هون تعبير، تعبير رياضي. الصفر شو بعتبره؟ شلت ايكوال ايكوال. انت اذا بتخيش تخربط حط ايكوال ايكوال زيرو او عشان ما تخربط، بس هاي الصيغه لازم تكون عارف كل الصيغ. انت صفر شو بعتبرها؟ فولس. اذا رح يروح على الالز، تطبع لي اربعه از ايفن. اتفقنا؟ طيب اذا بدي افحص عندي رقم، بدي اقرا رقم وافحص هل هو من مضاعفات الثلاث او من مضاعفات الخمسه او من مضاعفات العشره او من مضاعفات، شو اعمل؟
شو أفحص؟ هاي الرقم موجود، شو أفحص عشان أعرف إنه من مضاعفات الثلاث؟ نم مد الثلاث، مد الثلاث عشان يكون من مضاعفات الثلاث، باقي قسمته على الثلاث صفر، زي الفردي والزوجي. مش قلت لك باقي قسمته على اثنين صفر بيكون زوجي؟ طب من مضاعفات الثلاث اللي هن الثلاث ستة تسعة، باقي قسمتها على ثلاث صفر. هاي بدي أطبع برنت نم is multiple of 3 else. إذا مش من مضاعفات الثلاث إيش داعي هاي بطبع إنه not multiple of 3. num فاصلة is not multiple of 3. شوف هاي دخل الرقم، أدخل له مثلا 9 بيقول لي 9 is multiple of 3. لو دخلت مثلا 13 is not multiple of 3 صح ولا لا؟ شوفوا أي رقم. لو من مضاعفات العشرة بتفحص نم مد 10 equal equal 0 بيكون من مضاعفات العشرة، إذا لا بيكون مش من مضاعفات العشرة. اتفقنا على هاي النقطة؟ طيب طب لو قلت لك بدي تدخل رقمين، لحد الآن فاهمين؟ بدنا ندخل num1 وnum2 ونوجد القيمة الأكبر بيناتهم. num1 ونم 2 int input enter an integer. كيف أفحص القيمة الأكبر بين num1 ونم 2؟ if num1 أكبر من num2 print num1 مثلا، else print num2 وإلا اطبع num2. لاحظ دخلت integer number الأول 13 والثاني 45، شو طبع لي القيمة الأكبر اللي هي 45. لو قلت لك positive negative شو بتقول لي؟ if num أكبر من 0 بيكون positive، else بيكون negative. مثلا أكبر أو يساوي 0 positive، else لبرنت نيجاتيف. فهمنا الاف إلس؟ طيب وننتبه على الإزاحة اللي موجود داخل الاف، بيكون مزروح له مزيوح لداخل الاف، ما بصير أعمل الإزاحة هاي أعدل عليها. ممكن يكون عندي أكثر من جملة، مش شرط برنت جملة واحدة، ممكن أكثر من جملة بنسميهن سويت، كلهن لازم يكونن على نفس الإزاحة عشان يعتبرهن داخل الاف. إذا واحد من الجمل لعبت بإزاحته بعمل لي إيرور. نفس الإشي جمل السوي الإلس، إذا بدي أكثر من جملة تتنفذ إذا الشرط فولس بحطن كلهن على نفس الإزاحة. اتفقنا؟ لاحظ في عنا نستد إف إلس. نستد ممكن يكون إف داخلها إف، ممكن الإلس يكون داخلها إف، ممكن الإف نفسه داخلها إف، هاي بنسميها nested if else. نشوف الصيغة اللي معطيني إياها، وهاي أنا حاط أمثلة كثير، هذول الملفات المفتوحة كلها أمثلة فيها عن nested if else، راح نشوفهن ونطبقهن كلهن. نشوف أول شيء المثال اللي بالسلايد. لاحظ بالسلايد معطيني Python selection round 3 اللي هي nested if else. شوفوا الصيغة الأولى اللي معطيني إياها، if boolean expression colon sweet 1 LF. الاف يعني else بس بداخلها if، بيفحص شرط. الاف boolean expression sweet 2، الاف boolean expression sweet 3. قد ما بدي من الالاف، واخر شيء بكتب else sweet last. كيف تنفذ هاي الجمله؟ لاحظ كيف تنفذ. بيجي على الاف ببدايتها، بيجي بحسب البوليان expression، إذا true بنفذ sweet 1 وبعمل skip عن باقي الإلسات كلهن، خلص بترك باقي الأجزاء كلهن. هاي كلها جملة واحدة compound statement، جملة مركبة. لقى الشرط true بنفذ sweet 1 وبعمل skip عن باقي الإلسات. اتفقنا؟ شو يعني ال؟ الإلس هاي إلس تابع للإف اللي قبلها. شو يعني إلس ورا الإف؟ هاي رح تكون تابع للي وراها، وهكذا. طيب إذا لقى الشرط false بينفذ sweet 1؟ لا، بروح على الـ if، بروح على الـ else.
اللي هو هنا ما بكتبها إلس، هيك صيغتها إلف. بلغة السي لا، كنا نكتب إلس إف، لا هنا بكتب إلف، هيك ما بصير أكتب إلس إف، هي معناها إلس إف. وإلا إنه الشرط اللي فوق فولس بدروع على الإلس، بداخله إف، بداخله شرط، بفحص الشرط، إذا الشرط ترو بنفذ سويت تو قلنا، وبيترك باقي الأجزاء كلها، بيعمل عنها سكيب، بتركها. طيب إذا الشرط كمان طلع فولس بنزل على الإف الثالثة، وهكذا إذا كلهن فولس وفي عندي إلس بنفذ سويت لاست. إذا كل البوليان إكسبريشن طلعن فولس وفي عندي إلس، ليش بقول لك في عندي إلس؟ لأنه ممكن يكون ما عنديش إلس، بصير يكون إف ملهاش إلس. ما أنا من البداية وريتك إنه الإف ممكن تكون ملهاش إلس، بس بصيرش يكون إلس ملهاش إف. إلس بدون إف ممنوع، إف بدون إلس بصير. إذا في إلس بروح بنفذ السويت لاست. لاحظ إف إل إف إلس the process. شو طريقة اللي حكيته؟ evaluate boolean expressions until the boolean expression returns true. ظل احسب ال boolean expression اللي بالإف لحد ما تلاقي واحد true. إذا لقيت true نفذ السويت اللي وراه واعمل skip عن باقي الأجزاء. إذا ولا واحد true فيهن نفذ مين؟ جزء الإلس. None of the boolean expression return true. في حالتين بدي أحسب أنا البوليان إكسبريشن، إما واحد فيهن يرجع ترو أو ولا واحد يرجع ترو. إذا لا، إذا واحد فيهن يرجع ترو، إذا بوليان ريتيرن ترو ران ذا كورسبوندينج سويت، بتنفذ السويت اللي وراه وبتعمل سكيب ذا ريست أوف ذا إف، اعمل سكيب عن باقي الأجزاء كلها، لأنه حكينا كلها بتكون عبارة عن جملة واحدة مركبة. إف نو بوليان ريتيرن ترو، إذا ولا واحد بالبوليانز بالشروط رجع ترو، شو بنفذ؟ بنفذ الإلس سويت، السويت اللي بعد الإلس. طيب هون أعطانا مثال، أول مثال بدي يذكر لنا إياه اللي هو علامة طالب، بدي أدخل علامة طالب، بديش ناجح وراسب، ناجح وراسب بقول إذا مارك أكبر أو تساوي 50 باس، إلس فيل، صح؟ هاي إذا ناجح راسب، بدي أصنف علامته، هل هي A؟ هل هي B؟ هل هي C؟ هل هي D؟ هل هي؟ إذا كان بالتسعين بدي أعطيه الرمز A، إذا كان أكبر أو تساوي 90. إذا علامته أكبر أو تساوي 80 يعني بالثمانين بدي أعطيه B، إذا بالسبعين C، إذا بالستين D، إذا بالخمسين E، إذا تحت الخمسين ده F، العلامة F يعني راسب. لاحظ شو رح أعمل، رح أعمل nested if else. كيف nested؟ شوف الصيغة، بدي أدخل if M، دخلت الام بدي اجي افحصها، شوف الصيغه اف ام اكبر او تساوي 90 برنت اي، بلشت بال90، هل العلامه اكبر او تساوي 90؟ ساعتها راح اطبع له اي ال اف، شوفوا ما كتبت اف لحالها، كتبت ال اف والا، يعني اذا مش بال90 شو يعني ال اف؟ متى بصل لل اف؟ اذا الشرط اللي فوق فولس بروح على ال اف، بس اذا الشرط ترو بروح على ال اف، قلنا لا، إذا لقى شرط ترو واحدة منهن ترو بنفذ السويت اللي وراها وبخرج منهن كلهن، صح ولا لا؟ إذا هو رح يروح على الإف، معناها إنه العلامة مش بالتسعين، بدي أشوف هل هو بالثمانين؟ هل إم أكبر أو تساوي ثمانين؟ إذا أكبر أو تساوي ثمانين بدي أطبع له بي وبخرج منهن كلهن، خلص بطلع ما رح يكمل، هذا اللي قلناه، إذا لقى واحد ترو بخرج من الباقي. الإف إذا مش بالثمانين هل هو بالسبعين؟ ال اف ام أكبر أو تساوي سبعين برنت سي، ال اف ام أكبر أو تساوي ستين برنت دي، ال اف ام أكبر أو تساوي خمسين برنت اي، إلس برنت اف اف اف. ليش افتح ملفات؟ صرت فاتح 20 ملف، اشتغل لكم على نفس هذا الملف، هذيك عملتها كومنت يعني مش موجود، الاشي اللي بعمله كومنت يعني مش موجود. هسا هون الام بدي اقرا قيمتها انت انبوت انتر امارك فروم
0 2 1 100 دخل لي علامة من 0 ل 100 بعدين أجا فحصها. شوفوا هاي دخلت العلامة مثلا 95 كيف راح تتنفذ؟ ليش أضغط انتر عشان يوريني النتيجة؟ بيجي دخلت العلامة 95 حولها لانتجر وخزنها بإم. الان ام هي 95 كعدد صحيح. بيجي بيبحث هاي compound statement، هاي كلها جملة واحدة مركبة. رح يجي على الاف بالبداية لقى جملة اف بده يفحص الشرط اللي فيها، صح ولا لا؟ اف بده يفحص الشرط، فحص الشرط 95 أكبر أو تساوي 90 true، true رح يطبع A. طب يروح على الإلس، طب ما هي كمان ال 95 أكبر أو تساوي 80 وال 95 أكبر أو تساوي 70 وال 95 أكبر من 60 وال 95 أكبر من 50 أكبر منهن كلهن، بس ليش ما بروح على الثمانين؟ لأنه أنا حاط ال F، لو حاط F لحالها بنزل وبنفذها، بس أنا عشان أمنعه يروح يفحص الثانية حطيت ال F، معناها هاي ما تصلها إلا إذا الشرط اللي فوق false. شو معنى ال F؟ يعني ما رح يصل لهاي إلا إذا الشرط الأول false. طب شو معنى ال F الثالثة؟ ما رح يصلها إلا إذا الأول والثاني false، يعني هذا false وهذا false بروح على السبعين. إذا هون ما رح يطبع غير A. هاي عملت run 95 هاي A، شوفوا شو طبع، بس A ما طبع ليش A و B و C و D و. طب نعمل run أدخل له 75 75 شو النتيجة؟ بيجي بفحص الإف الأولى 95 70 أكبر من أو تساوي 90 false، لأنها false وين رح يروح؟ رح يروح على الإف، ما بيدخل على سويت، لا بيروح على الإف. بالال اف 75 اكبر او تساوي 80 فولس، فولس شو راح يعمل؟ راح يروح على ال اف. شوفوا متى بيروح على ال اف اللي وراها؟ لما تكون اللي فوق فولس. 75 اكبر او تساوي 70 ترو، ترو بطبع سي وما بنزل على اللي تحت، كله هذا كله بعمل له سكيب. شو طبع لي؟ سي. لو دخلت له مثلا 45، شوفوا ال 45 العلامة 45، 45 أكبر أو تساوي 90 false، false وين نروح؟ على ال F. 45 أكبر أو تساوي 80 false، روح على ال F. 45 أكبر أو تساوي 70 false، روح على ال F. 45 أكبر أو تساوي 60 false، روح على ال F. 45 أكبر أو تساوي 50 false، كلهن false، راح يروح ينفذ ال else لأنه في else، راح يطبع لي F F F. هاي شو طبع لي؟ راح ما ترى على الالس لانه كل الاكسبريشن، كل البوليان اكسبريشنز طلعت فولس. خطوه خطوه لحد ما يلاقي واحد ترو، ما لقاش ولا واحد ترو راح ينفذ الالس. هذا اللي حكى لك اياه في السلايد. وضحت الفكره؟ طب بحكي لنا وات هابنز، شو اللي بصير لو شلنا ال اف، كتبت اف بدلها، لو بدل ال اف كتبت اف اف اف، شو اللي بصير؟ شو اللي بصير؟ بصير هاي جمل مستقلة كل واحدة. نعم يا أحمد، أحمد رضا، شو اللي بصير؟ أحمد رضا لو شلنا ال F وحطيت F، ولا بدك تسأل يا أحمد؟ يلا اسأل أحمد رضا. أحمد رضوان بيست هان. آه شكرا. بصير كل واحدة جملة لحال. ايوه بصير لحال، مش كلهن كومباوند واحد جمله واحده. بصير هاي اف بسيطه، بيجي مثلا لو دخلت المارك 95 شوفوا شو راح يعطيني. هاي 95 بديش اعمل رن، بدي تشوف انت بدك نتبع احنا بعدين بعمل رن. بيجي هاي اف بسيطه بدون الس، بتصير هاي اف بسيطه بدون الس 95 اكبر 99 ترو برنت اي. هاي اف ثانيه لحالها بيجي 95 اكبر 89 ترو بطبع لي بي، برد 70 اكبر 95 اكبر 79 بطبع لي سي. شوفوا اعمل اعمل انتر عشان تشوفوا النتائج اي بي سي دي اي، بطبع لي اياهم كلهم. ليش؟ لانه بتصير كل جمله لحال. هاي اف بدون الس، اف بسيطه، وهاي جمله ثانيه بس تخلص من الاولى بروح عليها، وهاي جمله ثالثه، وهاي جملة رابعة، والإف إلس الأخيرة هاي جملة خامسة. ما صار كلهن جملة واحدة مركبة، لهيك أنا لا، إذا تحقق الشرط ما بدي ينزل ينفذ الشرط،
حسب. طب متى استخدم الاف ومتى استخدم اف في حالها؟ حسب المشكله، حسب المشكله اللي انا بحلها. انا بدي اذا تحقق الشرط خلاص يخرج بستخدم الاف، اذا بديش لا بدي يفحص كل الشروط بستخدم اف بدون الف. اعطيك مثال استخدم فيه اف بدون الف، اذا بدي اوجد القيمه الاكبر بين اربع قيم، قبل شوي وجدت لكم القيمه الاكبر بين قيمتين، لو بدي اوجد القيمه الاكبر بين اربع قيم هذا بدي اعمله كومنت اللي كان. فهمناه؟ وضحت الفكره؟ هذا بدي اعمله كومنت. كيف اعمله كومنت؟ بدي احط إشارة الكوتس، خلاص صار كومنت، يعني صار مش موجود. بدي أدخل أربع أرقام نم 1 ونم 2 ونم 3 ونم 4. أقولي شو بتعملي؟ بدي أنسخ الانت، بديش أظل نكتب، بدي أنسخ هاي حطنها. هاي بدي أدخل أربع أعداد صحيحة، بدي اشوف القيمه الاكبر بيناتن، بدي اوجد مش القيمه الاكبر بين نم 1 ونم 2، بدي اوجد القيمه الاكبر بين هذول الاربعه. شو اعمل؟ شوفوا شو راح اعمل. راح اعرف متغير جديد اسمه ماكس، اجي اخذ اول قيمه فيهن او اي واحده مش شرط الاولى، اي واحده فيهن بخزنها بالماكس. شوفوا بقول مثلا نم 1، طب قولي لو نم 2 بصير، لو نم 3، لو نم 4، اي واحده خزنها بالماكس. شوفوا عشان نوجد القيمة الأكبر، هاي نم 1 خزنتها بالماكس. بعدين باجي بدي أفحص باقي القيم، باجي باخذ القيمة الثانية مثلا نم 2، بقول هل هي أكبر من الماكس؟ إذا أكبر من الماكس، ماكس تساوي نم 2. شوفوا كمان القيمة الثالثة ما حطيت إلس، لأن أنا بدي أفحص كمان القيمة الثالثة، ما حطيت الاف، حطيت اف. اف نم 3 اكبر من الماكس كولون ماكس تساوي نم 3. طب احط الاف؟ لا، بدي افحص كمان الرابعه. اف نم 4 اكبر من الماكس فان الماكس يساوي نم 4. هيك بكون وجدت القيمه الاكبر، الماكس بكون تخزن فيها، هاي برنت ماكس، بس اطلع بكون تخزن فيها القيمة الأكبر بين أربع قيم. ولو في قيمة خامسة بحط كمان إف بسيطة، هيك إف نم 5 أكبر من الماكس، ماكس تساوي نم 5. لو في سادسة وسابعة وثامنة نفس الطريقة، بظل نضيف إف بسيطة. طب لو حطيت الإف، الإف إنه تحقق هذا الشرط مش رح يروح على اللي وراها، لا أنا بدي أفحص الثانية والثالثة والرابعة وكلهن، لهيك لازم أحطها إف بدون الإف. هاي المشكلة ما بتلزمنيش الاف، بتلزمني الاف، جمل الاف البسيطة. شوفوا حسب المشكلة أنا شو بتلزمني. هاي بدي أدخل لكم أربع أرقام، 45، 12، 11. شو أعطاني القيمة الأكبر بيناتهم؟ 45. شو ما كان إن الأربع أرقام رح يعطينا القيمة الأكبر بيناتهم. شوفوا بهاي المشكلة كيف حليت، عملت ماكس يساوي واحد من القيم اللي هو نم 1، بعدين جيت قلت له طب اذا تحقق الشرط نم 2 اكبر من نم 1 لازم ما افحصش الثالث والرابع، لازم ما افحصش الثالث والرابع. اذا لازم ما افحصش الثالث والرابع بقول له الاف الاف، بس لا انا لازم يفحص الثالث ولازم يفحص الرابع، لازم بلكي الاخير هو اكبر قيمه، بلكي الثالث هو اكبر قيمه. هاي بدي امرن كمان مره، تحط لك مثلا 1 و45 23 و66، أعطاني 66 إنه أكبر قيمة، يعني الماكس بالبداية رح تكون قيمتها 1، أجا فحص نم 2 45 أكبر من الواحد، صارت الماكس 45. طب خلاص يوقف؟ لا، لازم يفحص الثالثة. 23 أكبر من 45؟ لا، يظلها على 45، ما رح ينفذ، ما رح يغير قيمة الماكس، رح تظلها 45. بيجي 66 نم 4 أكبر من 45، بخزن بالماكس 66، هاي طبعا الماكس اللي هي 66. شفنا كيف راح ينفذ؟ متى بضطر استخدم اف بسيطة؟ شوفوا بهاي المشكلة بدي اف بسيطة، بديش اف الس وبديش الاف. حسب المشكلة، لما افكر انا بحل المشكلة بدي افكر ويكون عندي القدرة اني اعرف شو الاشي اللي بدي استخدمه من الاشياء اللي تعلمت. طب خلينا نكمل. اه
هون مثلاً معطينا مثال if percent float اللي هي العلامة أكبر أو تساوي 90 وأقل من 100. ال if percent float أكبر أو تساوي 80 وأقل من 90. لو سألتك هون في داعي أقول له أقل من 90؟ ليش داعي أقول له أقل من 90؟ بس بقول له أكبر أو تساوي 80. ليش؟ لأنه هو ما رح يصل لل if إلا ال if الأولى كانت false. طب شو يعني الاف اللي فوق تكون فولس؟ يعني العلامة مش أكبر من 90، أكيد مش أكبر أو تساوي 90، إذا هي أقل من 90، هي أقل من 90 بفحص هل هي أكبر أو تساوي 80 وأقل، وهكذا. وقلنا هون لو شلنا مكان الاف مش بهاي، مش بهاي بالأولى، لو شلنا بدل الاف حطيت اف، وريتك شو الإشي اللي بيصير. هون معطينا مثال البيرفكت نمبر. قبل ما ناخذ البيرفكت نمبر خلينا ناخذ امثله كمان عن نستد اف إلس. حطونا امثله، خلينا اخذ كمان امثله عن نستد. النستد مش شرط يكون ال اف بعدين سويت بعدين ال اف، ممكن يكون اف داخلها اف، بصير اف داخلها اف. هاي بنسميها نستد. بصير جزء الالس يكون داخله اف، جزء الاف اللي هو السويت يكون عباره عن جمله اف بسيطه او جمله اف إلس داخل الاف، بصير. لهيك هاي أمثلة على الـ if else. خلينا نشوف الأمثلة، هطول القلم ونحل الأمثلة. بس انت انتبهوا انه مطلوب منكم تكتبوا كود، مش بس تتبعوا. ننتبه انه مطلوب منا كمان نكتب كود، مش بس نتبع. هاي بدي اختصرها، بدي اكتبها في قيمتها 100، اسدت لها القيمة 100. يجينا هاي أول جملة، عملت var قيمته 100، اتفقنا؟ هسا الجملة اللي وراها لقيت جملة if else مركبة. وين حدودها الجملة؟ لو قلت لك وين حدودها؟ وين حدودها؟ هاي كلها one statement، شايفينها؟ هاي جملة واحدة. هاي ال else الخارجية مرتبطة بال if هاي. وبيش مرتبطة هاي ال else؟ طب شو اللي دن انه هاي ال else تابع لهاي ال if؟ الإزاحة. الإزاحة بتقول انه هاي ال else تابع لهذا ال if. شو السويت اللي داخل الاف اذا الشرط ترو؟ هذا كله كله اللي بين الاف والالس هذا بنسميه سويت 1 اللي هو بده يتنفذ اذا الشرط ترو. طب وين سويت 2 اللي هي جمله البرنت هاي؟ طب البرنت هاي جود باي، جود باي هاي، هاي خارج الاف الس ما لها علاقه، هاي خارجيه بس اطلع من الاف الس بنفذ جود باي، يعني جود باي اكيد بدها تنطبع. طب خلينا نيجي فار اقل من 200، امسح امسح الخرابيش، امسح الخرابيش شوي. لاحظ اذا اف فار اقل من 200، طبعا اذا الشرط ترو بتعرف مباشره انه هذا الالس راح اعمل عنه سكيب، ما راح اروح على الالس لانه شرط الاف ترو. اذا الاف ترو الالس اللي الها خلص ما بروح عليه، لانه بدمشي بطريق من طريقين. 100 أقل من 200 ترو، هاي 100 أقل من 200 ترو، طلعت ترو، ترو. إذا الإلس مباشرة بحكي هذا لا أروح عليها، أنفذها خلص. بدي أنفذ اللي جوا الإف اللي هو سويت 1 هذا. طب دخلت على سويت 1 شو لقيت؟ لقيت أول شيء جملة برنت، بعدين جملة إف إلس نستد، نستد إف إلس، هيا إف الإف الإف، هاي جملة واحدة. لو سألتك كم جملة جوا الإف؟ شرط الإف سويت 1 كم جملة؟ جملتين. هاي جملة وهاي كلها بعتبرها جملة واحدة مركبة. شو بعتبرها؟ كمان جملة واحدة مركبة، إذا جملتين. البرنت رح يطبع لي expression value is less than 200، هاي رح ينفذها expression value is less than 200، هاي أول نتيجة. طب والجمل وراها شو لقى؟ لقى جمل إف. طب أنا بعرف أنفذ الإف اللي بعرف خلاص، انا مجرد مني فحصت الشرط وعرفت اني بدي انفذ هذا الجزء بنفذه زي ما تعلمت شو ما كان، حتى لو كان دو جوات هذا وران جمله لوب بنفذه، راح نتعلم اللوب بنفذه زي ما انا بكون متعلمه. مش شرط يعني اف داخلها اشياء بسيطه، ممكن داخلها يكون لوب، ممكن لوب داخله اف، بصير ولا بصيرش؟ بصير. لقيت اول شيء جمله برنت نفذتها، راح يطبع لي اكسبريشن فاليوز ليس ذان 200. بعدين لقيت اف الز، هذا فاهمها انا؟ فاهمها. طب خليني انفذها زي ما انا فاهمها. اف بدي افحص الشرط، اذا ترو بنفذ اللي وراه وبعمل سكيب عن الباقي، اذا فولس بنزل على الاف الاف صح؟ فار 100 ايكوال ايكوال 50 فولس، بما انها فولس ما انفذ اللي وراها اروح على الاف، رحت على الاف
var equal equal 100 100 equal equal 100 true لأنها true راح أنفذ اللي وراها وباقي الأجزاء قال لي عنها اتركها اعمل لها skip إذا شو راح يطبع expression value is less than 200 which is 100 و goodbye ليش goodbye هاي لأنها خارج ال if else نعمل run هاي دعم الرن شوفوا النتيجة expression value is less than 200 which is 100 goodbye أغير قيمة الفار ونشوف خلينا أغير قيمة الفار دكتورة نعم خليني مثلا أعملها نعم اسأل شلونك؟ أقول هاي مشان البرنت هاي جود باي شو بس تسمى في الداش؟ هاي خارج الإلس هاي خارجية هاي جوا الإلس لا جوا الإف لا هاي خلصت الله. جملة الإف إلس هاي نفذت زي ما تعلمنا باجي بنفذ جود باي برنت جود باي هي تنطبعت طب هسا عبار 150 خليني أشوف 150 باجي جملة إف لكن جملة إف أنا بفحص الشرط 150 أقل من 200 ترو ترو إذن رح أنفذ اللي بعد الإف والإلس رح أنساها بس انتبه إنها جود باي هاي مش تابع للإلس لو إنها تابع للإلس بعمل لها إزاحة للدم يعني هاي مطبوعة مطبوعة لو إنها كانت مزيوحة لجوا لو كانت مزيوحة هيك لجوا بتصير تابع للإلس يعني بعمل عنها سكيب بس هاي مش تابع للإلس لأنه ما بعمل لها إزاحة للداخل طيب 150 أقل من 200 راح يفوت على جزء الإلس قلنا نبنساه بروح على اللي جوا الإف جوا الإف بدي يطبع print expression value is less than 200 بطبعها بيجي بيقول if var equal equal 150 150 equal equal 150 true true بطبع لي which is 150 وباقي الأجزاء هاي كلها راح يعمل عنها skip باقي الأجزاء شو بيعمل عنها skip وبطبع لي goodbye شوفوا الأوتبوت هيا expression value is less than 200 which is 150 goodbye طب لو كانت خمسين نيجي var أقل من 200 خمسين أقل من 200 true true قلنا بده ينفذ اللي وراها وجزء الإلس رح ينساه بعدين بطبع expression value is less than 200 هاي جملة برنت بطبعها بدون شروط صح؟ بعدين بيجي على الـ nested if else هاي var 50 equal equal 150 false بروح على الـ if 50 equal equal 100 لا 50 equal equal 50 true بقول لي which is 50 وبطبع لي بترك هذا الـ if وبطبع لي goodbye شوفوا هيا which is 50 goodbye لو دخلت 250 يجي بفحص 250 أقل من 200 false مباشرة بروح على الإلس هاي الإلس بتبع لي could not find the true expression goodbye لاحظ could not find the true expression goodbye طيب نروح نأخذ كمان مثال هذا المثال شوفوا دخلت رقم in this program you input a number check if the number is a positive or negative or zero بديش أبحث بس فرد positive و negative وبدأ أبحث الزيرو أحطها حالة لحالها شوفوا شو كيف اشتغل طبعا أنا حاط أكثر من حل if num أكبر أو تساوي زيرو إذا كان أكبر أو تساوي صفر بداخله حكالي هل num equal equal zero if num equal equal 0 print 0 else print positive number الإلس هاي تابع للإف الخارجية إنه الرقم مش أكبر أو يساوي 0 يعني إلس هاي إنه أقل من 0 print negative number نعمل run شوفوا النم enter a number دخلت مثلا 0 شو النتيجة دخلت النم 0 بيجي على الإف هاي 0 أكبر أو تساوي 0 0 أكبر أو تساوي 0 false بيجي بفحص if شو دخل صفر أكبر أو تساوي زيرو true true بده يعمل skip عن الإلس وين الإلس اللي تابع للإف الخارجية
هاي الإلس الخارجية تابعة للإف، مش تقولي الإلس هاي، هاي الإلس تابعة للإف الداخلية. يعني جملة السويت اللي بدها تتنفذ إذا الشرط ترو هي جملة إف إلس. طيب دخل على الداخل لأنه الشرط ترو، ترو نم صفر إيكوال إيكوال زيرو، ترو ترو بطبع زيرو وبعمل سكيب عن هاي الإلس، إذا بس يطبع لي كلمة زيرو. شوفوا عملنا ران، شو طبع لي؟ زيرو. طب لو عملت ران ودخلت سالب عشرة سالب 12 شو طبع لي؟ نيجاتيف نمبر. ليش طبع لي نيجاتيف نمبر؟ لأنه أجي على الشرط هاي سالب 12 أكبر أو تساوي زيرو فولس. بما أنه الشرط فولس الخارجية ما بدخل لجوه، خلص ما بدخل للداخل، أنا ما بدخل للداخل إلا إذا الشرط ترو. الشرط فولس مباشرة بروح على الإلس اللي إلها، وين الإلس اللي إلها؟ هي print negative number، اطبع لي negative number. طب لو دخلت خمسة، خمسة هاي خمسة أكبر من بيجي خمسة أكبر أو تساوي زيرو ترو، ترو ما رح يروح على الإلس، رح يدخل على اللي جوا. اللي جوا شو لقى؟ لقى جملة if else، يجي بينفذها زي ما تعلم عادي. خمسة equal equal zero false، false بروح على الإلس بطبع لي positive number. شفنا ليش راح الإلس وطبع positive number؟ شينا خطوة خطوة. شوفوا هاي طريقة ثانية كتبت فيها نفس المشكلة ونفس الجواب. if num أكبر من zero print positive number. الإف إذا كان أكبر من صفر بدون ما أقول له أكبر أو يساوي زيرو، هناك قال له أكبر أو يساوي زيرو، إذا تحقق الشرط افحص هل هو صفر، إذا صفر اطبع زيرو، إذا لا اطبع بوزيتيف نمبر. هنا كيف نفذ؟ إف نم أكبر من زيرو بدون أكبر أو يساوي برنت بوزيتيف نمبر. الإف راح تكتب بطريقة الإف، الإف الثنتين نفس الحل نفس بس بطريقة أخرى، ثنتين نفس الإجابة بعطينا. الإف نم إيكوال إيكوال زيرو برنت زيرو، إلف إذا لا هو بوزيتيف ولا صفر شو بده يكون؟ بدون ما أحط الإف، بدون ما أحط بحط إلس لحالها، إنه أكيد رح يكون نيجاتيف برنت نيجاتيف نمبر. طيب نشوف هذا المثال. بهذا المثال عمل متغير أول اسمه items ordered قيمته 30. شو اسم المتغير الأول؟ items ordered. items ordered يعني طلب، طلبي عدد الايتمز اللي طلبته 30. items in stock 32 يساوي 32. صار لحد الان عندي متغيرين، items in order قيمته 30، items in stock قيمته 32. بعدين شو طبع؟ هاي print جمله طباعه. جمله الطباعه شو تاثيرها؟ انه بدها تنطبع عبارات على الشاشه، على شاشه المخرجات. شو بدي ينطبع على شاشة المخرجات؟ got an order for، got an order for item orders. هاي مش كلمة item orders، هذا متغير. طبعا فاصل رح تترك فراغ، الفاصل بتترك فراغ. items order اللي هي قيمتها 30 رح تنطبع 30، بعدين فاصل بتترك فراغ، يعني فراغ قبل ال 30 وفراغ بعد ال 30. هاي نص، النص بنطبع زي ما هو items dot in stock dot كولون، فاصل بتترك لي الفراغ، items in stock اللي هي 32 بتطبع لي القيمة 32. لحد الآن طبع لي العبارة. بعد ما طبع العبارة لقى جملة if else، هاي جملة if else، هاي جملة مركبة، جملة if else. انتبهوا جملة if else بداخل ال else في جملتين، جملة إسناد وجملة if بسيطة. شوفوا داخل ال else مش داخل ال if، داخل ال if إذا الشرط true بدها تتنفذ جملة طباعة بس، إذا الشرط فولس بدي أروح على الإلس. الإلس شو بداخله؟ جملة إسناد هاي، والجملة الثانية جملة إف. طبعا هاي الراوند خليها تحذف. طيب نشوف شو هو عمل. طبعنا العبارة بالأول، أجعل إف items order 30 أكبر أو تساوي items in stock، items in stock 32، 30 أكبر أو تساوي 30 فولس. فولس إذا مباشرة وين رح أروح؟ أطبع أنفذ البرنت هاي؟ لا، رح أروح على الإلس. رحت على الإلس شو قال لي؟ قال لي باكج كاونت، عمل متغير ثالث اسمه باكج كاونت قيمته الأيتيمز أوردرد على 8. باكج كاونت أيتيمز أوردرد على 8، أيتيمز أوردر 30، 30 على 8 73، 73 طبعا كان عامل راوند عشان تصير انتجر، تصير أربعة.
اللي هي قيمة تقريبية. items ordered 73. بعد جملة الإسناد لقى جملة if جوا الإلس، ينفذها ولا لا؟ بينفذها زي ما تعلم. if package count أكبر من واحد، 73 أكبر من واحد، true، لأنه true شو رح ينفذ جملة لبرنت؟ لبرنت we need multiple package to fulfill this order، بدي أكثر من package لتعبئة هذا الأوردر. راح شو طبع لي؟ هاي العبارة الأولى اللي هون، وطبع هاي الجملة. شفنا تسلسل التنفيذ كيف مشيت خطوة خطوة لحد ما وصلت. طيب نشوف هذا المثال. في عندي x تساوي 9، بعدين if x أكبر من 10. لو قلت لك شو الأوتبوت، طبعا رح أغير قيمة. طبعا أنا بدي أمسح. طيب نشوف x قيمتها 9. أول شيء شوفوا بعد جملة الإسناد اللي إسنادت فيها الـ x 9، شو الجملة اللي عندي؟ أنا عندي جملة if بسيطة. كيف if؟ if one way، if بدون else. الـ if هاي إلها else؟ لو سألتك الـ if إلها else؟ ملهاش else. لو إلها else بدها تكون الـ else هون مش هون. طب شو بداخل الـ if؟ شو الـ sweet اللي بداخل الـ if؟ ليش اللي بدي ننفذ إذا الشرط true؟ شو هو؟ هو عبارة عن جملة طباعة وجملة if else. شو الجمل اللي موجودة جوا الـ if إذا الشرط true؟ جملتين، جملة طباعة وجملة if else. الـ else يعني هاي تابع لهذا الـ if. شو اللي بدني بلغة بايثون؟ لغة بايثون سهلة لأنه الإزاحات بدني كل شغلة لمين تابعة. لا تقول لي الـ else هاي للـ if هاي، لأنه هاي الـ if مالهاش else. لا. طب x 9، مين يحكي لنا شو الاوتبوت؟ 9 اكبر من 10؟ فولس، ناثينج، ولا شيء، ولا راح ينفذ شيء. اعمل رن، اعمل رن، شوفوا ولا طبع لي شيء. ليش؟ لانه 9 اكبر من 10 فولس. طب في الس اروح عليها؟ كل اللي بدي اروح على هاي الالس بقول لك هاي الالس مش للاف اللي برا، هاي الالس للاف اللي جوا. انا كون الشرط فولس ما راح افوت كله اللي جوا الاف، مش راح افوت عليه كله لانه الشرط فولس. طب قول لي ما فيش شيء اعمله، بقول لك عادي هيك الكود، ما فيش إلس تنفذه ولا في جمل هون خارجيه. لو في هون جمل خارجيه عند الشحطه هاي مثلا، هون لو في جمل بالخارج بروح بنفذ هاي الجمل اللي بالخارج، بطلع من الاف وبروح بنفذها. اذا في إلس بروح بنفذها. طب ما فيش إلس، قول لي هاي في إلس، بقول لك هاي مش للاف اللي برا، هاي للاف اللي جوا. طب خلينا نغير، نخلي الاكس مثلا 11، نشوف كيف رح يتنفذ. 11 أكبر من 10 true، لأنه true رح يفوت للداخل، لأنه true رح يفوت للداخل. بالداخل شو لقى أول جملة؟ جملة print، رح يطبع لي above 10. هاي أول عبارة رح يطبعها above 10 فاصلة، وبنزل سطر لأني ما قلت له الـ into تساوي فراغ، رح ينزل سطر. بعدين قلت له if x أكبر من 20، 11 أكبر من 20 فولس، فولس بروح على الإلس، لأنه هاي الإف طلعت فولس، بروح على الإلس اللي إلها بتطبع لي but not above 20. لاحظ هاي above 10 but not above 20، بس مش أكبر من 20، أكبر من 10 بس مش أكبر من 20. طب لو دخلت له 25، بيجي 25 أكبر من 10 true، print above 10 تطبع لي عبارة above 10 لأنها true، بدي يدخل ينفذ الجمل اللي بالداخل. بالداخل في جملتين، جملة لبرنت رح يطبعها، بعدين جملة if else. بيجي 25 أكبر من 20 true، تطبع لي and also above 20. شوفوا هيا above 10 and also above 20. لازم أعرف شو الأجزاء اللي رح تتنفذ، نكون فاهمين بالضبط كيف أستخدم النفذ if else. فهمنا؟ يلا خلصت المحاضرة، هي خلصنا الـ if else. المحاضرة الجاية إن شاء الله في عنا الـ perfect number. perfect number هم مذاكرينه، هو الأصح إن نذكره مع اللوبس. راح أفشكه وأروح على اللوبس، بعدين نرجع نعمله الـ perfect number مع الدوران مباشرة. بشرح لك شو هو، وبشرح لك وبحل لك المثال على الـ while، بس نفهم شو هي الـ while. يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نبلش بالـ while.
امتحانك راح يكون لنهاية الاف الس، يعني لازم تكون فاهم الاف الس مزبوط. بدي اصير احط لكم واجبات تبرمجوا، مش بس تتبع كود، لازم تكتب، لازم يكون عندك اجزاء تكتب. يعني دكتورة الكويز لنهاية محاضرة